عادي تورينا شكلنا. أذاني شكلي أنا قدامك. طيب في البداية فاضل مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا هلا. وش الموهبة اللي دخلت فيها البرنامج؟ الموهبة بالبرنامج رياليتي العالي، وطامح إني أكون مقدم موهبة الإعلام. رحلة جديدة تمنيت إنها تكون نقطة البداية الواقع. برنامج البزنس. بس. إيه نعم. هذا اللي عندك. ما عندك موهبة القصص؟ إلا عندي موهبة القصص. هذه موهبة. هذه موهبة كلكم متفقين عليها؟ لا مو قصة هي موهبة؟ لا لا خلينا نتفق هي موهبة؟ تختلف من شخص لآخر من خلال طرح للقصة. حلو. اي نعم. كيف تقيم نفسك؟ الناس تقيمني، ما قيم نفسي. إيه انت كيف تقيم نفسك؟ ما قيم نفسي. انت ما تقيم نفسك؟ لا ما قيم نفسي. كيف تشوف حضورك خلال الأيام اللي راحت؟ ما تابعت. ما تابعت؟ لا جدا. ولا يهمك رأي الناس؟ مو قصة ما يهمني، بالعكس رأي الناس جميل، بس انها عندي نقطة ببالي هي دايم، يقول رضا الناس غاية لا تدرك. إذا تبي تتعب وراء رضا الناس تبي تشتت. فأنا مثل ما قال طال عمرك رأي الناس غاية لا تدرك مثل ما قلت. عشان كذا ما يهمني رأي شريحة كبيرة من المجتمع، يهمني أشخاص الهادفين رأيهم بس. حلو. أي بس طال عمرك. تكرر علي الإعداد بس ما سمعت.